يا اخوان بهذا الفيديو راح نشوف المتابعين كيف بيلعبوا اوف ولا كيف ايش فيه. والله يا اخوان بشوف كل يوتيوبر راح بنزل اتجسست على المتابعين نشوف كيف المتابعين فوقفت علي تعالوا خلينا نشوف كيف بيلعبوا الشباب. والله ضفتهم قبل امبارح يمكن نزلت ستوري رغبه الصداقه تبعي في يعني يمكن حوالي 15 واحد ضافوني فراح نشوف لعبهم وراح نعمل كمان افكار مع المتابعين تحديات في كمان فكره جديده راح اعملها بعد كم يوم ان شاء الله راح تعجبكم. المهم لايكات كل الفيديو يا اخوان وشكرا كمان على الدعم على الفيديوهات اللي قبل يسعد دينك والله. فا اوكي نيجي هون في عنا والله كثير قاعدين بيلعبوا كلهم ثلاث وين الكثير لا هسه راح يدخل يعني في عنا اول شيء هذا اسمه بكر من الاردن يسعد دين الاردن والله كفو بكر والله مسفح هذا لعيب الشاب 6600 نايس بس حاليا هو 5800 بالله تعال شوف ايش بيلعب جوا خلينا نشوف روح هون هون اوكي هو بيلعب رويال هوكس صح اوف والله ما بيلعب فيها سبير جوبلينز وسكلتون بارل وميرور اوف شو هذا كل التشكيلات اخر فتره كلها ميرور عشان صارت تزيد ليفلين كل الدنيا اوكي هون الدار سكلتون كينج حلو والله نايس يا ويلي ما احلى اللوج شالت ام الهجمه كلها معلم بس شو تشكيله الخصم شو هيلر مع ماسكي شو الهجمه هاي ولك يعني مستغرب من تشكيله البكر بس شوف انت تشكيله الخصم والله هاي الجيم شكلها راح تمدد يا اخوان لانه شوف هذا بيلعب بيت مع ميرور اكيد مع سبيل بكر صح مستحيل ما تكون والله عارف والله كفو يا اخوان انت متخيل انه ينزل صاروخ ليفل 16 هسه بفجر الجيم يعني اذا الصاروخ ليفل 14 بدمج 580 صح يعني شوف ليفل 16 وقت 700 يمكن بدمج سفاح اوكي يا اخوان الجيم هذا شكله راح يطول بالله يخليني افصل دقيقه هيك تصوير وارجع اشوف ايش بيصير في الجيم وبرجع لكم تمام اوكي يا اخوان زي ما انتم شايفين الجيم مدد والله كنت حاس لانه بيلعبوا تصيد الاثنين قاعدين شوف طلع معه دريل كمان بكر نايس ما وصل كفو الروكيت بده بس كمان روكيت واحد والله صح لا والله ما بجيبه بده كمان روكيت و 100 دمج تقريبا اوكي دريل اذا في جوبل من الدريل مسك البورج والله بيقدر يفوز والله كفو شوف هذا اللي مش طبيعي التشكيله حلوه بس الروكت فيه عن جد سفاح زم ليفل 16 وك شو هذا والله نايس كفو كفو بكر شفتوا بكر ولك شو هذا ولك سفاح والله انه وحش يا اخوان هذا اول واحد شفناه والله ما قصرت يا غالي اوكي ما كان يلعب ما كان يلعب كؤوس بس اوكي والله ما قصر يعني جيم عن جد اسطوري تعال نشوف هون في واحد اسمه عيساوي والله لعيب الشاب 7000 نايس باي لعيبة اللافا بكرههم بس انا بحبك عشانك عندي في اللعبه يلا خلينا نشوفه اوكي هات خلينا نشوف سفاح اللافا سفاح والله هذا خسران لا معلم والله شوي بخسر بس بقدر يعمل ريمونتادا اصلا سهل هاي التشكيل عليه اظن تبعت اللوك بيت بس مقرف شوي لانها سريعه اوكي رمى بالون اوه والله طيره هذا والله الروكيت صاير زفتي زلمه اوكي ميجا هون ليش نزلها هيك كانوا كان بده يعمل بريدكشن للبرنسس صح اوكي لا راح البورج والله حرام بالفالكري بعيده حطها يلا نايس جيم نايس حلو اسفين اوكي وانا اخونا خسر الجيم والله شكلي نحس والله انا اسف بس انه مجبور اشوفك يا حرام والله خسرناك كؤوس يا اخوان خلص مديش اتابعه لا بمزح والله تحيات لك اخوي انت ولي العراق يسعد دينكم اوكي في هون عندنا واحد اسمه توتا العب شو الاسم هذا فضحتنا اوف 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 جاينت جريف يارد ساك تشكيلتي لا بمزح والله ناس تشكيلته جيانت وماسكي والله حلوه معلم تعالوا نشوف بالله خلينا نشوف توتا اوف 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 ها صار فايز طب استنى شوي علينا يا زلمه استنى انا دقيقه فتنا عليه صار شامط ثلاث تيجانه معلم انسى فجر الجيم تفجير كان اوكي نشوف كمان واحد هون في عنا هذا اسمه لوج برنسس النسور نكلان النسور يعني والله كفو لعيب لوج بيت هذا شكله غريب التشكيله هاي ماسكي وحركات اوكي ايش فيه ايش هذا بس ليفل 13 والله نايس بس انا بليفل 11 جبت 6000 في حدا بيقدر يعملها زيي ليفل 11 بلاك وقريبا راح اعملها بليفل 10 بحساب الثاني راقب اوكي نشوفه هات خلينا نشوف لعيب لوك بيت معلم هات خلينا نشوف اوف شو التشكيله هاي مش تشكيلته اللي كانت بالبروفايل ميرور وجاردز و هيل سبيريت ولوكيتر سبيريت وايس سبيريت وسكيلتونز طب شو معه ظل في كرتين مخفيين معقول في بارل او روكيت والله يمكن انت شفت كمان تشكيله الخصم شو هذا ايش بيعملوا قاعدين
شو الجيم هذا؟ اوف بيكا مشكلة الخصم معه أسهم، يعني بأسهم واحدة بصد كل هجمة الخصم. أخونا لوك برنسس، طب شو معه كروت بس هيك بنزل جاردز بيعملوا جنون والرويال يعني ولا شو؟ والله معقول بيعملوا ولا لا؟ والله مش عارف ايش معه كمان، معه كرتين مسكرين اللي تحت. خلينا نشوف يمكن في روكيت. زاب اوف زاب لوك، وكيف بدك تهجم؟ الخصم مكيف بس برمي اسهم بهجم، انسى الوضع. شكله بدي اطلع من الجيم لانه هذا الجيم بخلص بكره المساء. اوكي اللي بعده. اوكي يا اخوان طلعت من الجيم ليش؟ لانه والله حاسه ممل يا زلمه. انت متخيل بيلعب بجاردز لحاله ما معه ولا إشي بس جاردز، بدي يوصلهم على البرج خاوه مش عارف كيف بس بدي يوصلهم. حتى الميرور عنده مش مطور ليفل 9 بتنزل، حرام معلم لازم تطورها. اوكي اوكي يا عساوي شفناه، باكر شفناه، توتا شفناه، في عندهم فاير رويال اسمه سد الحروب اسمه كلانو، والله موصل 6200 نايس، والله بيلعب بالون بالله نشوفه. وين فاير رويال؟ تعالوا هات خلينا نشوف سفاح البالون. اوكي يا اخوان مالكم، كل ما فوت واحد بلاقي خسران، اذا ماش فيه بالله عليكم صورنا هالفيديو فوق حدا يفوز عشان الله، اذا مالكم. شوف شكله فاصل النت عنده، لا والله قبل شوي حط تعبير صح. طب ليش سلم الجيم؟ والله بقدر، حرام يا زلمه انت مش منزل له كرتين. اوكي يا اخوان عن جد نصيحه مني معلم، اذا كنت خسران لا تسلم، والله يمكن يفصل عنده النت وانت عامل هجمه، فلا تسلم الجيم والله، يمكن تفوز يمكن يصير شيء، فلا تستسلم يا مع انه والله شوف بقدر اجيب هذاك، ما معه الا شفت كانوا معه مينينز بس للجوي، كان بقدر يعمل ريمونتادا. المهم اوكي في عندنا هون ذا كينج تايجرز عراق، يسعد دين اهل العراق يا زلمه، والله اكثر ناس بتابعوني اهل العراق هم والسعوديه، توب 2 توب 1 توب 2، والله تحياتي لهم يا اخوان وتحيه للكل، تحيه لكل الدول العربيه ويسعد دينكم والله كلكم يا اخوان. تعالوا نشوفه ذا اوه طلع من الجيم، حرام. اوكي بما انه طلع من الجيم اخونا ذا كينج، في عندنا هون مجد او ماجد جي اف جي من كلان شاورما، وقت شاورما ايش فيه؟ تشوف بالله ايش بيلعب. اوكي هات نخلينا نشوف ابو شاورما ايش بيعمل. اوف اوف الاثنين جايبين برج، اوف وك شو هذا؟ رويال جنت وقدامه الاكسر جولم، راح تجيك هجمه خرافيه فل كاونتر تجي، لا والله فل هارد كاونتر. شوف ويزارد ومذر ويت، هسه كمان اربع خنازير يمكن صح، هذا الثاني الثالث ثلاث، اوف كمان ست خنازير يا اخوان، اوف سبعه ثمانيه تسعه، والله طار البرج معلم. اوكي الاكسر جولم هون اي ثينك مش راح يوصل بالمره، او يمكن بس البوبس اللي وصلوا صح. اوكي بده ضربتين برويال جينت حتى ياخذ البرج اللي في النص. اوكي اظن برجه راح يطير، مستحيل ما يطير شيء يعني ضربه، والله طار معلم، بده لازم احط رويال جينت في النص عشان ياخذ ضربتين بس باخذ البرج، غير هيك ما عنده حل. الاكسر جولم بحطه غلط، هي اصلا الهجمة كلها غلط تبعت انك تحط رويال جينت وقدام الاكسر جولم، حرام شرعا هاي. اوكي ضربتين ضربة، والله بعده ما ضرب، اوف شفت الدفاع اللي عمله، والله نايس معلم، والله ما خلى غير ضربة واحدة يضرب، حتى من نفس كلان اثنين شاورما، يلا جي معلم. اوكي والله نايس الجيم هذا يا اخوان، يعني نوعا ما ممتاز ممتاز ايش فيه مشي معلم. في عنوان اسمه عبد الوهاب، اوكي من كلان ذا اكس اكس اكسايلد او مش عارف ايش والله، بس شو اسم الكلان هذا يا زلمه؟ وار اوكي اجانب هذول شكلهم، بس هو عربي يمكن صاحب الحساب، مش يمكن اكيد، كيف ضافني كيف عرفني لعاد شو الهبل هذا؟ تعالوا نشوف والله ايش بيلعب، 5800 6000 اوكي بالله نشوف لعبه. اوكي ابهرني يا عبد الوهاب ابهرني، العب وك شو التشكيلة هاي؟ الاكسر جولم وسباركي كفو، والله طار البرج. يلا ناس لحقنا اخر لحظة، عاد والله حلو شكل هالتشكيلة وسخة، الاكسر جولم وسباركي حتى مش كوس بيلعب، يلا نايس جي جي. اقسم بالله انه كفو يا اخوان عبد الوهاب، يا اخوان حيولي اياه في التعليقات، يا زلمة انتقمني من لعيبة اللافا، يعني انا كنت 6480 قبل شوي نزلت 300 كأس متخيلين، فنصيحة قبل اسكر الفيديو ما حدا يرفع بداية الموسم.
خسرت 300 كاس والله شوف قديش كنت 6480 تقريبا. وقبل شوي فزت 3 جيمات بتسلى يعني انه مش هسه راح نرفع، بس بنزل فيديو ان شاء الله رفع اسطوري. اوكي يا اخوان راح نشوف اخر جيمين قبل نسكر الفيديو. في عندنا هون بنت اسمها غدوشه، هون معلم نقف احتراما لا بمزح، كوسه 5200 بتلعب هوك سايكل او بيلعب، ان شاء الله تكون بنت يعني. خلينا نشوف. اوكي اوف الاكستر جولم والله نايس اللي فوق، شوف شو تشكيلته انت، هوك وبرميل وماسكي. اوكي هيلار قدامها الاكستر جولم نايس. هون معلم خربت الهجمة كاملة، ما محاكسيه للأسهم حرام، رمت تسريع، لو خلتهم للأسهم كان راح البرج. شوف يا اخوان نصيحة، لما يكون برجك طاير لا تهجم بنفس الجهة، اهجم يسار، لازم هون هي هجمت يسار لأنه بخربوا لها هجمة، قاعدين بحطوا لها شيء على الجسر كل هجمة بتروح، لأنه الإكسر قولي عبارة عن بناية هجمة، إذا ما بنيت صح انسى الوضع. اوكي هون راح ثلاثيجان والله هذا. اوكي نعطيها قلب يا اخوان عشان الجيم يصير حماس. لا في ثوان تبع الفاير كراكر، وينه تاع القلب والله وين، ايوه هي هيك هيك تمام. ماك يا اخوان بنمزح، ايش في تروحوا يروح شبالكم على بعيد. ها وين الاسهم؟ الاسهم بالله عليكم رمي الاسهم يا اخوان، الاسهم حاسهم مش موجودين من اول جيم ما رمتهم، يعني اكيد ما حافظ سايكل. وين الاسهم؟ حرام يا زلمه، لو الاسهم رمتهم البرج صار له سنتين طاير. اي ثينك جي جي ثلاث تيجان راح. ارمي اسهم 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 اسهم، واخيرا زغرت يا اخوان رمت الاسهم. اوه نايس، هون البرج راح يطير، غلط الخصم لما حط كفو والله طار البرج والله، يمكن تلحق 10 نايس نايس 5 والله كفو والله. في امل يا اخوان اذا لعبت صح ورمت الاسهم، بس الخصم بقدرش يصد والله، بس انه الاسهم هي بتتاخر فيهم مش عارف ايش قصتها معهم. اكسيرا فول الايت بربر، لازم خلتهم للهوك هذول لانه الهوك بوصل 100% في تشكيلتها. هيك يمكن لا والله خذ ضربه. اوكي الكسر جولم هناك اللايت بربر وصل كفو الاسهم 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 يا زلمه كثير تتاخر، ايش في انجلطت انا يا زلمه. اوكي هيلر هون والله اي ثينك انها جي جي يا اخوان، لا والله جي جي للخصم مش لها. ثلاث تيجان والله راحت ضربه ضربتين، لا والله حرام يا علوش، شو هذا يا علوش خسرتها يا علوش والله انك ما بتستحي يا زلمه، بنت يا زلمه مال يلا جي جي. اوكي اذا ما شفت يا اخوان غدوشه خسرت يا زلمه، ليش يا علوش؟ كان اعطتها فرصه والله شوي بتفوز، مش عارف ايش مشكلتها مع الاسهم كانت، بس يلا جي جي. اوكي تعال نشوف كمان اخر واحد وبس، ما بده يكون فيديو مليون دقيقه. في هون واحد منا ايش الاسم هذا ذكوري، سوبر ماركت رمزي بيلعب هوك سايكل، كلها هوك سايكل والله نشوفه. 5200 كوسو، اعلى شيء 5600 نايس، تعال نشوف. اوكي اخر واحد معنا في الفيديو معلمات، خلينا نشوف. اوكي جاينت سكلتون من تحت جولدن، اوف 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 والله راح ثلاث تيجان، اوف الجولدن نايت فجر البرج 1200 700 طار البرج 400 حرام، بس والله في امل معلم. شوف انت برج الملك تبع الخصم طاير، لا وانت ركز على تشكيلة الخصم هو جرافيارد يعني. اوف ثلاثة سكلتون جاينت سكلتون، اوه فريز يا زلمه والله انه زفت الفريز كفو، بس والله وصل. اوف شوف برج الملك كفو كفو 600 كفو والله جي جي يسعد دينك والله انه وحش. والله كفو معلم والله نايس نايس، عمل ريمونتاد اسطوري الشاب جي جي والله يسفاح يا اخوان هذا الشاب والله حلو والله جيم، عمل ريمونتاد اسطوري باخر لحظه والله، لو ما حط الكلون كان بحط له هوك والله نايس معلم. اوكي يا اخوان بس هذا كان الفيديو هيك على السريع، والله حبينا نشوف جيماتكم عن جد، للي ما بين والله ياسف، نشوفكم بالفيديو الجاي. عندنا عبودي وريان وغدوشه سعدين بمزح، في عندنا اسماعيل وعبد الوهاب وبكر وشيفو وبرنسس لوج عيساوي كمان نتذكره، فعن جد نورتوا يا اخوان. والمهم في افكار اسطوريه راح نعملها مع المتابعين اللي ضافوني، تحديات وحركات. المهم اللي ما ضافني بنزل مره ثانيه ستوري عشان اقول لكم في تحديات وقصص نعم ان شاء الله، يمكن على جوائز يمكن لا. المهم نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي يا اخوان، سلام.